عانة، مدينة السلام التي احتضنت في جوهرها أيام الطفولة وكحلت عيوننا بجمالها الساحر وأغرقتنا بحنانها الباهر، فجعلتنا نسافر فوق السحاب الماطر. هي زهرة في وسط جنات فحل الظلام، مدينة أصبحت تشتكي فقدان ساكنيها، ومساجد ومساجد تشتاق لمصليها. أين هم؟ أين رحلوا؟ هل هم في الحياة أم منها اعتزلوا؟ فهل لنا عودة بعد الرحيل ويعود الوقت الجميل؟ نسأل الله أن يعيد لنا تلك الأوقات الجميلة وأن يعيدنا إلى ديارنا سالمين آمنين. تقبلوا تحياتي، أخوكم محمد الراوي.